أحيت جوقة قلب يسوع الأقدس أمسية مريمية بعنوان سلام عليك يا مريم، تحت رعاية المونسنيور روبرتو كونا القائم بأعمال السفارة البابوية بعمان، بحضور عدد من الآباء الكهنة والشمامسة من الكنائس الرسولية المختلفة والأخوات الراهبات وجموع من المؤمنين والمدعوين. وقدمت الجوقة بقيادة المرنم فارس عباسي باقة متميزة من الترانيم المريمية بأصوات أفرادها الشجية. حطوا قلبهم بهاي الأمسية حتى تكون ناجحة ومميزة. من كل قلبنا بنشكرهم. منحب نتقدم بالشكر بالأخص لسيادة المنسنيور راعي أمسيتنا اليوم، للنور سات، كاريتاس، إذاعة صوت الكنيسة وراديو مريم اللي كانوا طول الوقت عم بيشاركونا عم بنقولوا الأمسية. وفي كلمة شكر للأب علاء مشربش راعي كنيسة قلب يسوع الأقدس للاتين فتلاع العلي، أثنى فيها على الأداء المتميز والرائع للجوقة وما قدمته خلال الأمسية. كما قدم الأب مشربش درعا تقديريا باسم الرعية للمونسنيور كونا كعربون محبة على رعايته الأمسية، متمنيا للمونسنيور كونا التوفيق والبركة في مكان خدمته الجديد، شاكرا إياه على السنوات الثلاث التي قضاها بين أبناء الرعية في الأردن وخدمته لهم. ورحب أيضا بالمونسنيور الجديد مورو لالي الذي تسلم خدمته في السفارة البابوية بعمان بدلا عن المونسنيور كونا. وبدوره عبر المونسنيور كونا عن عميق سعادته وفرحه وشكره لكل الذين ساندوه خلال خدمته في الأردن، مؤكدا أن السيدة العذراء باركت خدمته خلال الثلاث سنوات وأنه حظي بأشخاص كثر محبين ومساندين له. كما كرم قائد الجوقة فارس عباسي خلال الأمسية بحضور الأب مشربش ثلاثة من أفرادها بدرع تكريمي، وهم عاصم سويلح وهاني كسوس وخالد حداد، بمناسبة مرور خمس سنوات
على انضمامهم للجوقة.